Hold my head inside your hands. إيماننا بالثالوث القدوس مش اختراع، مش تأليف الكنيسة. الكنيسة لما حطت نصوص لتوضيح المفاهيم اللي عايشة بيها من ساعة ما استلمنا إيماننا من المسيح ومن الرسل، كانت مجرد بتعمل لها فورميليشن، بتحطها في نص يعبر عن الاختبار اللي عايشة فيه الكنيسة بقالها 4 قرون في المجامع. ناس كتيرة بتحاول ما تتكلمش عنه. القنوات الفضائية للأسف العربي أكترها بيشرح الثالوث القدوس لغاية النهاردة بحسب هرطقة سابيليوس اللي بيقول إن الآب هو ذات الله، والابن هو كلمة الله، والروح القدس هو الحياة في الله. وده اللي قاله سابيليوس، إن هو في الحقيقة إله واحد لكن ليه 3 ظهورات أو 3 ماسكس. زمان ظهر نفسه كالله واحد أحد مصمت زي في العهد القديم، وبعدين الابن ظهر، وبعدين الروح القدس معانا بعد صعود الابن. ويبقى دول في الحقيقة صفات، مش كيانات وأقانيم وأشخاص كاملة متميزة. لكن مفهومنا إحنا عن الثالوث القدوس بحسب تعليم الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وبعض البروتستانت أيضا، إن الله واحد في الجوهر، في الطبيعة، زي ما يكون عندك شعلة نار وخرجت منها شعلتين تانيين، هما صحيح 3 شعلات نار لكن هما طبيعة واحدة، نار واحدة. أو التشبيه الجميل قوي اللي قاله لنا الآباء اللي بنفهمه، إن إحنا نشوف الشمس، نجم الشمس اللي موجود فوق بيرسل لينا شعاع نور وشعاع حرارة. فيبقى الشمس هي المصدر، بتشبهنا أو بنشبه الشمس بالآب السماوي، شعاع النور بيمثل الابن، شعاع الحرارة بيمثل الروح القدس، والتلاتة هم واحد، مفيش واحد يقدر ينفصل عن التانيين، لكن كل واحد منهم متميز عن التاني. شعاع النور ما هواش شعاع الحرارة وما هواش قرص الشمس، وقرص الشمس مصدر الاتنين التانيين. فكل واحد من التلاتة متميز بدون انقسام، بدون تباعد، وفي وحدة واحدة في الجوهر. طبعا التشبيهات المادية دي كلها ما تعنيش حاجة كبيرة قوي لما نيجي نفكر في طبيعة الله نفسها، لكن هي وسيلة نقرب بيها. علم اللاهوت هدفه انه يحاول يفسر المفاهيم الكبيرة اللي اعلنها الله لينا في الكتاب المقدس وفي الكلام اللي سابه لنا ربنا يسوع المسيح. فمفهومنا عن الاب ان هو كيان متميز قائم بذاته، لكن لان كلمة شخص عندنا في العربي فيها المنظر المحدود بتاع الشخص إنساني، ففضلت الكنيسة أنها تفضل تستعمل كلمة الأقنوم، وهي لغة سامية أخرى غير العربي، لكن الترجمة بتاعتها بالإنجليزي person أفضل حتى من كلمة persona، ومعناها باليونانية hypostasis، يعني ما يستقر وله وجود وكيان شخصي، لكن باتحاده مع هايبوستاسز أخرين، الآب والابن وروح القدس، الثلاثة في وحدة في جوهر واحد. ما نقدرش نستوعب كل المعاني، لأن أنا وإنت ما نعرفش يعني إيه فين عقلي وفين روحي وفين نفسي وفين عواطفي من جسمي، أنا كيان واحد كلي على بعضي. فبالنسبة لنا أيضا الله ما حنقدرش إن إحنا نميز تمييز كامل، لكن بنقرب لذهننا لما بنقول إن الشمس مثل ممتاز، إن التلاتة القرص الشمس والشعاع النور وشعاع الحرارة متميزين بلا انقسام، وهم جوهر واحد وطبيعة واحدة، وبنتعامل مع كل واحد فيهم بنقدر نميزه عن الآخر وإن كان مفيش انقسام زي ما بقول، أو زي ما أقدر أميز بين جسدي وبين فكري وبين نطقي، ونطقي هو تعبير عن فكري، والتعبير العربي اللطيف لم ينطق ببنت شفه، يعني ما طلعش كلمة من شفايفه وما نطقش. فإحنا بنقول إن المسيح هو، لما ربنا حبه هنا آخر كلام إيه عنده؟ هو ده يسوع المسيح ربنا ومخلصنا وملكنا كلنا، هو ده آخر كلام، فسمناه كلمة الله لغوس، وهو متخذ من الحضارة اليونانية واللي استعملها في الكتاب المقدس، كان أساسا يوحنا الحبيب علشان خاطر يحاول يقرب لنا المفاهيم. طيب إيه أهمية مفهومنا عن الثالوث القدوس في موضوع الجنس والحب والزواج؟ بسيط جدا، بيلخصها ذهبي الفم، وبرضه استعمل الكلام ده كتير نيافة الأنبابين في التعليم، إن
الرجل الزوج والزوجة والحب اللي بيجمعهم، هم دول ثالوث على شبيه الثالوث القدوس تمام، أيقونة الله الكاملة. بل نتجرأ ونقول إن التناول من جسد الرب ودمه اللي فيه بإرادته يوم خميس العهد ذبح نفسه وقدم نفسه ذبيحة، لأن هو صاحب الإرادة مش اللي ذبحوه يوم الجمعة العظيمة في خميس العهد، كسر نفسه وأداها للكنيسة حبا فيها علشان يخص بالكنيسة ويدي لها حياة. ده بالظبط أقرب شيء لي في الكيان الإنساني، في الاختبار الإنساني، هو العلاقة الجنسية، الجماع الجنسي، العلاقة الحميمية، العلاقة الزوجية. كل دي مرادفات اللي فيها الزوج بيقدم نفسه وجسده. وهنقرأ نشوف جون كريسوستوم ذهبي الفم بيقولها ازاي بتعبير جميل جدا لما نيجي للحتة دي شوية بعدين. والزوجة بتقدم نفسها حبا في زوجها، وكل واحد فيهم هدفه الأساسي انه يفرح الطرف الآخر. ولما يقدم نفسه بالكامل ويفرح الطرف الآخر هو بيسعد. كلنا عارفين، المتزوجين يعرفوا الحتة دي كويس قوي، لو الزوج ما حسش ان هو قدر يسعد زوجته في العلاقة الزوجية بيبقى عنده شيء من الإحباط والفراستريشن وعدم الإحساس بالرجولة وإن في ضعف، يعني أنا مش زوج كفاية. وأيضا المرأة لو ما حسيتش إنها قدرت تسعد زوجها فبتحس بنقص، ده معناه إن الله حط في الإنسان تركيبة من جوه في العواطف وفي العقل بتقول أنت ما تقدرش تسعد إلا لو قدرت تسعد شريك حياتك جدا، وتركز فكرك وحياتك وطاقاتك كلها ان انت تسعده على كل المستويات، وفي العلاقة الجنسية بالذات، لان دي الكلايمكس، ذروة العلاقة الحبية بين الزوج والزوجة، اللي فيها بينسوا الدنيا كلها ويفكروا في بعض ويتمتعوا بوجودهم هما الاثنين مع بعض. دي انعكاس لمفهوم الثالوث. الثالوث مش معناها ثلاثة، لان الله ما فيهوش عدد، ما بنعدش فيه واحد اتنين ثلاثة. هو اعلن عن نفسه، يعني واحد زائد اتنين زائد اي رقم يبقى علاقة ثالوثية. فاحنا لما بنقول الاب والام ويجي الطفل كمان يبقى ثالوث مع الحب اللي معاهم، يجي طفل تاني يجي طفل تالت يبقى ليهم اصدقائهم وقرايبهم ومعارفهم والعيلة والمجتمع والعالم الواسع، علاقة ثالوثية، الزوج والزوجة وكل الباقيين داخلين معاهم في العلاقة دي تبقى علاقة ثالوثية. دي اللي يكتمل فيها الحب. الحب من طرف واحد أناني، الحب ما بين طرفين محدود في العلاقة بتاعت الاتنين. الحب الكامل اللي ينفتح على الكل، الحب المنفتح بمعناه الكامل، هو الحب الثالوثي. فالله عايزنا نفهم ان هو دي المفاهيم اللي هو عايز يركبها فينا وفي حياتنا، فأعلن عن نفسه إن هو الثالوث القدوس علشان خاطر نقدر نستوعب المعنى ده وإزاي نطبقه في حياتنا بالحب. مش بس في الزواج، في الحقيقة زي ما قلت العلاقة الثالوثية دي موضوع اجتماعي يشمل كل علاقاتنا الإنسانية مع بعض. إزاي إن كل واحد، الآب عايز يمجد الابن والابن عايز يمجد الآب، وروح القدس جاي يشهد للابن وياخذ مما للابن ويعطينا أو يخبرنا بحسب ترجمات مختلفة. يعني كل واحد بيحاول يقدم الآخرين قدامه، وكمال فرحه في مجد الآخر. تخيلوا معايا لو احنا فهمنا المبدأ ده وعشنا بيه مع بعض في الأسرة وفي الشغل وفي الحياة ومع جيراننا ومع العالم، يتغير ثورة بالنسبة للاختبار الإنساني. بيقولها فلاديمير لوسكي في كتاب The Mystical Theology of the Eastern Church بتعبير جميل جدا، بيقول Between the Trinity and Hell there lies no other choice. بين الثالوث والجحيم جهنم لا يوجد اختيار ثالث، يا إما نعيش زي الله الثالوث بكل المفاهيم اللي عرفناها عنه واللي أعلنها عن نفسه وفهمناها، يا إما إحنا أموات في جهنم. واضح هنا كده بنقدر نقرب من مفهوم الثالوث ويعني إيه إن إحنا بنشكل أيقونة لعلاقة الآب بالابن بروح القدس في الزواج.